عاش الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. وقد كان لسيدنا يعقوب 12 ابنا، من بينهم سيدنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه. اختص الله سبحانه وتعالى يوسف بالرسالة والنبوة دون إخوته. في أحد الأيام استيقظ سيدنا يوسف من نومه وقد كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، على رؤية أهالته وأدهشته. وما هذه الرؤية يا جدي؟ أخبر سيدنا يوسف أبيه قائلا: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. أدهشت رؤيا يوسف أباه يعقوب، فقد عرف أن لولده شأنا عظيما عند الله تعالى، حيث أدرك أن 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر هم والده ووالدته، فخاف أن يكيد إخوته له ويحسدوه، فقال له: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. استمع سيدنا يوسف لكلام أبيه الذي استمر بقوله: فإنك إذا كتمت هذه الرؤيا يختارك الله تعالى من بين خلقه، ويعلمك تأويل الأحاديث وتفسير الأحلام. قال سيدنا يوسف فرحا: وماذا بعد يا أبي؟ قال سيدنا يعقوب: ويتم نعمته عليك بأن يوحي إليك وتكون نبيه، كما أتم نعمته علي وعلى أبويك إبراهيم وإسحاق وجعلنا أنبياء. كان إخوة سيدنا يوسف يغارون منه ومن شقيقه لأمه بنيامين، فقد اجتمعوا ودار بينهم الحوار التالي: ألا ترون معي أن أبانا يحب يوسف وبنيامين أكثر منا؟ نعم نعم، فهو يخصهما بحنانه. إن أبانا غارق في الضلال لتقديمه محبتهما علينا، ولكن لابد لنا من عمل شيء حتى نفوز بمحبته. اقتلوا يوسف أو أبعدوه إلى أرض لا يرجع منها، فنتأكد أن أبانا سوف يخصنا بمحبته بعد خلاصنا من يوسف. لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوه، ألقوه في غيابة الجب ليلتقطه بعض السيارة. نعم الرأي، نعم، نلقيه في أحد الآبار، فإما أن يموت هلاكا من الجوع والعطش، أو يلتقطه بعض المارة فيسوقونه ويصبح عبدا لهم. ذهب إخوة سيدنا يوسف إلى أبيهم يعقوب لتنفيذ خطتهم، فقال الثاني: يا أبانا، ما لك لا تؤمننا على يوسف؟ فنحن نحبه مثلك تماما. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. أجابهم سيدنا يعقوب: يا أبنائي، إنه يصعب علي مفارقته ساعة في النهار، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لئن أكله الذئب ونحن مجموعة قوية فنحن والله جبناء عاجزون. وافق سيدنا يعقوب على مطلبهم، وبعث معهم سيدنا يوسف. وماذا حدث بعد يا جدي؟ أخذ أخوة سيدنا يوسف يوسفا معهم وألقوه في البئر، وأخذوا قميصه وعمدوا إلى سخلة ذبحوها، فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه، وذهبوا في المساء إلى أبيهم وهم يبكون: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. حزن سيدنا يعقوب وبدا عليه عدم الاقتناع، فقال الأول: أنت معذور في عدم تصديقك لنا،
فنحن ضمننا لك بألا يأكل الذئب يوسف، ولم نستطع حمايته مما كنت خائفا منه. فقال سيدنا يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على كذبكم وخداعكم إياي. مرت قافلة قرب البئر الموجود به سيدنا يوسف، فأمر أحدهم بأن يأتيهم ببعض الماء من البئر، فلما أنزل دلوه تعلق به سيدنا يوسف. فلما رفع الرجل الدلو ورأى سيدنا يوسف وهو على جماله فرح وقال: يا بشرى، هذا غلام. فوضعوا سيدنا يوسف مع متاع القافلة. يا إلهي، لقد أخذوه معهم؟ نعم يا أحمد، نعم. كانت هذه القافلة متجهة من الشام إلى مصر، فلما علم إخوة يوسف بأخذهم له لم يحزنوا أو يندموا على ما اقترفوه من ذنب، بل لحقوا بالقافلة وقالوا لهم: هذا عبدنا هرب منا، فأعطونا ثمنه. فأعطوهم بعض الدراهم ثمنا له. وصلت القافلة مصر، فاشترى عزيزها وهو الوزير المسؤول عن الخزائن والأموال سيدنا يوسف، وطلب من زوجته الاعتناء بيوسف وإكرامه، فقد يكون صالحا ويجعله ابنا لهما. وهكذا سخر الله العزيز وزوجته للاعتناء بسيدنا يوسف، وعلمه الله تفسير الرؤيا. ولما بلغ من العمر 40 آتاه الله النبوة والعلم بخواف الأمور. وقد كان سيدنا يوسف شديد الجمال، فلقد أعطي نصف جمال سيدنا آدم الذي سواه الله بيده، وكان في تمام الجمال البشري. لبست امرأة العزيز أجمل ما عندها من ثياب، وبدت في أحسن هيئة، وطلبت من سيدنا يوسف أن يقع في الإثم. فقال لها يوسف: معاذ الله، أنت زوجة سيدي الذي رباني وأكرمني. علم العزيز بمكر امرأته فقال لها: استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. فلما سمعت النسوة في المدينة بالخبر استهزأن بزوجة العزيز التي تحب رجلا مملوكا لها. فلما سمعت زوجة العزيز ما يقولنه عنها وما يمكرن به دعتهن لبيتها، وأحضرت لهن الفاكهة والسكاكين، وأدخلت يوسف عليهن، فأصبحن يقطعن أيديهن من شدة انبهارهن بجماله، وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فقالت لهن امرأة العزيز منتصرة: ولقد طلبت منه أن يقع في الإثم فامتنع، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ويكونن من الأذلاء. ضاق سيدنا يوسف بهن، لذلك دعا يوسف ربه قائلا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. وعندما كثرت الأقاويل رأى العزيز أن يسجن يوسف لبعض الوقت حتى تهدأ الأمور، وهذا تسخير من الله حتى يعصم نبيه. دخل السجن مع سيدنا يوسف فتيان. بعد زمن حلم كل منهما حلما غريبا، فقال الأول مخاطبا سيدنا يوسف: لقد حلمت أني أعصر خمرا من العنب. وقال الآخر: وأنا حلمت أنني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور الضارية منه.
أخبرنا يا يوسف تأويل أحلامنا، وإنك لقادر على ذلك لما رأيناه من تعبدك وصلاحك داخل السجن. وهل فسر سيدنا يوسف لهما أحلامهما؟ نعم، وقال: أما أحدكما سيخرج من السجن ويكون ساقيا للملك، أما الآخر فسوف يصلب وسوف تأكل الطير من رأسه. طلب سيدنا يوسف من الفتى الذي ظن أنه سينجو أن يذكره عند الملك ويخبره بأنه سجن ظلما، فلما خرج الفتى من السجن أنساه الشيطان أمر سيدنا يوسف عدة سنين. وفي أحد الأيام حلم الملك بأنه يرى سبع بقرات سمان تأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فقام من نومه مذعورا وسأل حاشيته أن يفسروا له رؤياه، ولكنهم قالوا له: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وماذا فعل الملك بعد ذلك؟ سمع الساقي ما دار بين الملك وحاشيته، فتذكر سيدنا يوسف وما كان من تفسيره الصحيح لما رآه، فذكر ذلك للملك، فأمره الملك أن يذهب ويسأله عن رؤياه. ذهب رسول الملك الساقي وقص على سيدنا يوسف رؤيا الملك، فقال له سيدنا يوسف مفسرا الرؤيا: سوف يأتيكم سبع سنين من الخصب والماء وكثرة الرزق، ثم تأتيكم سبع سنين من الجب وقلة المطر وقلة الرزق، تستهلك ما وفرتم في السبع سنين الخصاب الأولى، ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس، عام خصب فيه يعصرون الأقصاب والأعناب والزيتون والسمسم وغيرها. أخبر الرسول الملك تفسير يوسف للرؤيا، فأعجب الملك بسيدنا يوسف وكمال علمه وتمام عقله، لذلك أمر بإحضاره ليكون من جملة خاصته، وبعث إليه رسولا ليخرجه من السجن ويحضره. وهل أحضروه فعلا؟ لا لا، وذلك لأن سيدنا يوسف طلب من الرسول العودة ليطلب من الملك أن يسأل زوجة العزيز عن أمرها ليؤكد له أنه بريء. فلما سألها الملك اعترفت بذنبها وأنها هي التي طلبت منه أن يقع في الإثم. لقد ظهر الحق وزهق الباطل. لابد للحق أن يظهر يا أحمد. طلب سيدنا يوسف من الملك أن يوليه على الخزائن مكان العزيز الذي مات، فأجاب الملك على ذلك وزوجه زوجة العزيز نفسها. بعد مدة من الزمن جاء إخوة يوسف عدا بنيامين، جاءوا مصرا طلبا للطعام بعد أن أصابهم الجد، فدخلوا على سيدنا يوسف وسجدوا له فعرفهم، ولكنهم لم يعرفوه، فسألهم عن حالهم وعن عددهم، فأخبروه أن لهم أخا لم يأت معهم وهو بنيامين، فوافق على إعطائهم الطعام في هذا العام، وأوفى لهم المكيال وأكرمهم، وأمر فتيانه بأن يردوا لهم بضاعتهم ويضعوها في رحالهم التي جلبوها حتى يقايضوا بها الطعام، وكل ذلك تشجيعا لهم حتى يجلبوا معهم بنيامين في العام القادم. في العام الذي تلاه طلب إخوة يوسف من أبيهم يعقوب أن يرسل معهم أخاهم بنيامين حتى يزدادوا كيل بعير، لكن نبي الله يعقوب ما يزال حزنه على يوسف مشتعلا في داخله، ولأنه كان يشم في بنيامين رائحة أخيه يوسف
ويتسلى به عنه، لذلك لم يوافق على ذلك خوفا من أن يحدث له ما حدث ليوسف. وهل ظل ثابتا على موقفه هذا؟ لا لا، أخيرا وافق يعقوب عليه السلام، وذلك بعد جهد جهيد، وبعد أن أخذ منهم من الله موثقا بأن يأتوه بأخيهم بنيامين، إلا إذا غلب على أمرهم وحدث ما هو فوق طاقتهم. وصل إخوة يوسف إلى مصر ومعهم بنيامين، فلما جاءوا سيدنا يوسف أخبر يوسف بنيامين خفية بأنه أخوه، وطلب منه كتمان الخبر، وفكر في حيلة كي يضمن بقاءه عنده، لذلك جهز العير التي تعود لإخوته بحمولتها من الطعام، وجعل المكيال الذي يكيل به الطعام في أمتعة بنيامين. وبعد مدة قصيرة نادى مناد من فتيان سيدنا يوسف إخوة يوسف قائلا: توقفوا، إنكم لسارقون. فأقبل إخوة يوسف عليهم وقال أحدهم: ماذا تفقدون؟ قال فتى يوسف وحوله الجنود: نفقد مكيال الملك. وأعلمهم بأنهم قد سرقوا مكيال الملك. فقال آخر: ما نحن بسارقين. وأتوا على سيدنا يوسف فقال لهم: فما جزاء من نجد المكيال في متاعه؟ أن يعطى السارق لمن سرق منه ويصبح ملكا له. أمر سيدنا يوسف رجاله البحث بداية في أمتعة إخوته، وذلك حتى يبعد الشك عنهم، فوجدوا المكيال في أمتعة بنيامين. فقال إخوته: إن سرق بنيامين فلا عجب، فقد سرق أخوه من قبل. فأسر سيدنا يوسف الأمر في نفسه وكبته في داخله. حاول الإخوة أن يضعوا أحدهم مكان بنيامين، فقال أحدهم لسيدنا يوسف: إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. وهل وافق سيدنا يوسف على ذلك؟ لم يوافق سيدنا يوسف وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فنحن نأخذ السارق لا غيره. ذهب إخوة يوسف إلى أبيهم إلا أكبرهم الذي قطع عهدا ألا يعود إلى دياره إلا إذا أذن له أبوه. أخبر إخوة يوسف يعقوب بما حدث لبنيامين، فحزن حزنا شديدا واتهمهم بمحاولة التخلص من بنيامين، وابيضت عيناه من شدة البكاء، وفقد بصره على يوسف وأخيه، وطلب منهم أن يبحثوا عنهما. ذهب إخوة يوسف إلى يوسف ومعهم بعض الحبوب، ورجوه أن يعطيهم بنيامين مقابلها، فحزن عليهم وقال لهم: أتذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا له: إنك لأنت يوسف. قال يوسف: أنا يوسف وهذا أخي. فكشف عن نفسه فتعجبوا تعجبا شديدا، ثم أمرهم بأخذ قميص له، وأمرهم أن يضعوه على عيني أبيه فيرجع مبصرا بإذن الله تعالى. اشتم سيدنا يعقوب رائحة ولده يوسف، فقال لأبنائه الموجودين عنده: إنه يجد ريح يوسف. فقالوا له: إنك في ضلالك القديم. فلما وضعوا القميص على عينيه ارتد إليه بصره، وأخبروه بما كان من أمر سيدنا يوسف، وطلبوا منه أن يستغفر لهم الله تعالى، فأجابهم أبوهم إلى ما سألوه. قدم يعقوب وزوجته وأبناؤه إلى مصر، فاجتمع يوسف بأبويه
ثم أجلسهما على سريره فسجدا له وسجد إخوته له كذلك. فقال سيدنا يوسف: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل. مات عليه السلام ودفن مع أبيه يعقوب.